بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام مع هذه الإطالة المتجددة من برنامجكم اليومي عناوين، والذي نطوف من خلاله عبر الصحف المحلية والعربية والعالمية لنسلط الضوء على أبرز ما نشرته من أخبار ومقالات وتحقيقات صحفية ولقاءات. كما سنغوص معكم كما اعتدنا عند أبرز القضايا التي تهم الشأن الرياضي والإعلامي، ونبدأ حلقتنا كالعادة مشاهدين الكرام باستعراض لأبرز العناوين. البوسعيدي يؤكد أهمية الإعلام في خليج 22، وهاني الضابط شاهد على عصر التألق، وعنوان آخر بارز في قطر، العنابي القطري يواجه منتخبنا تحضيرا لنهائيات آسيا، وفي السعودية حكم نهائي دوري أبطال آسيا مشبوه. أما بالنسبة لقضيتنا لليوم مشاهدينا الكرام تتعلق برالي عمان الدولي، غيابه وعودته وبعد متسابقين عن المنافسة على ألقابه رغم الشغف برياضة السيارات وشعبيتها الجارفة بين الشباب. إذا مشاهدينا مجموعة من العناوين الهامة التي سوف تكون في هذه الحلقة، نتمنى أن تقضوا أوقات طيبة. فاصل قصير ونبدأ المشوار. بدأ العدد التنازلي لانطلاق بطولة الخليج 22، طغت أخبار المنتخب على صفحات الرياضة صباح اليوم. الزمن تابع تدريبات الأحمر ليوم الأمس، وعنوانة تقول: منتخبنا يكتفي بحصة صباحية وطاقم قطري يدير مواجهة اليمن. وأشارت الصحيفة إلى أن مشاركة اللاعب حسين الحضري ستحسم اليوم بعد ظهور التقارير الطبية الناتجة عن الفحوصات التي أجراها بعد إصابته في العضلة الخلفية. وفيما يتعلق باللاعب عيد الفارسي، فقد أكدت بأنه يسير قدما نحو الجاهزية التامة مع احتمالية مشاركته في اللقاء الودي أمام المنتخب اليمني يوم 7 من الشهر الجاري. ونبقى مع الزمن مشاهدينا الكرام، التي استضافت رئيس اتحاد الكرة السيد خالد بن حمد البوسعيدي في حوار صريح تحدث فيه عن طموحات الأحمر في خليج الرياض ونظرة الاتحاد لمستقبل الكرة العمانية، كما كشف عن العديد من المفاجآت والخصومات التي وفرها للاتحاد التي وفرها الاتحاد للمشجعين الذين يرغبون في مؤازرة المنتخب في كأس الخليج. كما عبر رئيس الاتحاد عن عدم رضاه بالنتائج التي حققتها منتخبات المراحل السنية في مشاركاتها الأخيرة. نتابع. القصة تبدأ بحسب مصادر في اتحاد القدم عندما استدعى الأمين العام السابق لاتحاد القدم هزاع السعدي شخصيات من خارج أسوار الاتحاد لقيادة رابطة المشجعين مطلع عام 2013، وهو الأمر الذي انتهى بحل الرابطة بصورة نهائية على خلفية انقسامات ومشكلات عدة انتهت بتخلي الاتحاد عنها، مع أنها الدعم الفعال القوي والمهم في أكبر المنافسات وتحديدا في كأس الخليج. ويبقى التساؤل عن الأسباب التي أدت لانقراض الرابطة التقليدية المعروفة بحضورها الممتع على المدرجات بقيادة حمد المخيني منذ سنوات طويلة، وبين الروابط الجديدة التي شكلت لعدة مرات قبل أن ينتهي الحال بالمنتخب الوطني منزوعا من المساندة الجماهيرية بواسطة رابطة محددة. مصدر خاص في الاتحاد العماني لكرة القدم كشف بأن واقع الدعم المالي للرابطة ربما كان هو السبب الرئيسي في تشتت جهود رابطة المشجعين للمنتخب الوطني، لكن هذا لا يعني أن هناك أسبابا أخرى كانت حاضرة، من بينها إسناد المهمة لشخصية تقود الرابطة من خارج أسوار البيت الكروي، أي من غير الموظفين بالاتحاد. واعتبر المصدر أن إدارة الرابطة عندما تأتي من داخل اتحاد القدم فإن الذي يقف وراءها يستطيع أن يحظى بالكثير من التسهيلات ويستطيع تمرير الكثير من المسائل المتعلقة بشؤون الرابطة، وربما كان هذا الأمر وراء التعقيدات والتحديات التي واجهت آخر الشخصيات التي أسندت إليها مهمة إدارة الرابطة.
واعتبر المصدر أن الخلاف المالي في توزيع المكافآت أو بدل التغذية على الروابط المشاركة في مساندة رابطة تشجيع المنتخب واحدة أيضا من الأسباب المغذية للخلافات، علاوة على وجود تكتلات في بعض الأحيان ومحاباة لبعض الجماعات دون أخرى، وهو ما يقف وراء تشتيت جهود الرابطة الجماهيرية. الأنباء الواردة من اتحاد القدم في الوقت الراهن تؤكد أن هناك متطوع يقوم بجهود فردية، وهو المواطن عبد الله عبد العزيز المردوف الذي قام بمهمة مساندة الرابطة من خلال الحصول على تمويل من بعض الشركات وشركات القطاع الخاص، وهو يكثف هذه الجهود لتحقيق حضور جماهيري مثالي في خليج 22 بالرياض. واكتفى هذا المتطوع بالحصول على مراسلات ومخاطبات من قبل الاتحاد العماني لكرة القدم حيث يتولى شخصيا هذه المهمة، وقد قام بنفس هذه الجهود في بطولة خليج 21 بالمنامة، وفي حينها أيضا حصل على تمويل بعض الشركات والمتطوعين لدعم الحضور الجماهيري دون أن يكون لاتحاد القدم دور في مساندة هذه الجهود. ونوه المصدر إلى أن الأندية غير ملتزمة تجاه رابطة المنتخب، وهي ملتزمة تجاه روابط مشجعيها في المسابقات المحلية، كما أن اتحاد القدم لا يعتمد عليها في هذا الجانب باعتبار أن رابطة تشجيع المنتخب من مسؤول. نعتذر مشاهدينا الكرام عن هذا الخلل الفني. التقرير الماضي لم يكن التقرير الخاص بتصريح السيد خالد بن حمد أبو سعيد رئيس الاتحاد، ولكن كان خاص برابطة مشجعي المنتخب في بطولة الخليج القادمة. البطولة الكلاسيكية للغولف مسقط 2014 اختتمت بأناقة إعلامية، حيث عنونت الوطن تقول تتويج الغولف، حيث نال الإنجليزي ماكس أورين كأس البطولة ومبلغ 41,591 يورو، وجاء مواطنه جانسون بالمير في المركز الثاني ونال 28,593 يورو، وجاء تشيكي مارك تولو في المركز الثالث وحصل على 16,896 يورو. صحيفة عمان تابعت ودية منتخب اليد الشاطئية مع شقيقه البحريني لتخرج بعنوان قالت فيه: منتخبنا الوطني لليد الشاطئية يكسب البحرين وديا. ويأتي اللقاء في ظل تحضيرات المنتخبين للمشاركة في دورة الألعاب الشاطئية الآسيوية التي ستستضيفها مدينة بوكيت التايلندية. وأشارت عمان إلى أن الجهاز الفني قام بتجربة عدد من اللاعبين وهم سميح الحارثي ومسمير آل عزان وسالم اليعربي لأول مرة. نبقى مع صحيفة عمان مشاهدين الكرام التي غطت خبر انسحاب فريق عبري من منافسات دوري الدرجة الثانية، فعنونت تقول عبري ينسحب من دوري الدرجة الثانية، حيث استضافت على صفحاتها المهندس حمد بن خميس الحاتمي رئيس نادي عبري الذي تحدث عن الصعوبات التي واجهت الفريق في الوقت الذي أكد فيه التزامهم بالاهتمام بالقاعدة والعودة للمنافسات إذا ما توفرت مقومات النجاح. وبالعودة للوطن التي تابعت آخر تحضيرات عمان للإبحار، فخرجت بعنوان القارب مسندم يبدأ مشواره في سباق روتردام محملا بالأمال والطموح لتحقيق إنجاز جديد، ويتنافس 100 قارب لقطع مسافة 4471 ميلا بحريا. وإلى ذلك أشارت الصحيفة إلى ختام فعاليات الخيمة الترويجية بعد 10 أيام متواصلة شهدت خلالها حضورا جماهيريا غفيرا. ننتقل الآن مشاهدين الكرام إلى العناوين العربية، ونبدأ جولتنا في الصحافة العربية من الأخبار التي تخص رياضتنا المحلية ولم تذكر في صحفنا. فقد تناولت الراية القطرية استعدادات منتخب بلادها لنهائيات آسيا، فعنونت العنابي يواجه العماني والأندونيسي في أستراليا، حيث أكدت الصحيفة وصول اتحاد الكرة القطرية إلى اتفاق مع نظيره العماني على إقامة لقاء ودي يوم 31 من ديسمبر المقبل في مدينة كامبيرا بأستراليا استعدادا لنهائيات كأس آسيا، كما سيلتقي المنتخب القطري في ذات المعسكر المنتخب الأندونيسي.
نبقى مع الصحف القطرية مشاهدين الكرام ومشاركات أبطال السلطنة في المحافل الخارجية، حيث أشادت صحيفة الشرق بأداء نجم السلطنة في رياضة الجيت سكي خميس الحوسني، فعنوانها تقول: لقب ستوك كويتي ولقب السوبر ستوك عماني والبحرين فازت بالفئة المفتوحة. وأبرزت الصحيفة فوز بطلنا خميس الحوسني بلقب السوبر ستوك لبطولة دراج ريس للدراجات المائية والتي جرت في المياه القطرية بمشاركة إقليمية كبيرة. وإلى البحرين، حيث أبرزت صحيفة الخليج فوز منتخبنا لكرة القدم الشاطئية على منتخب بلادها، فعنوانها تقول: منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية يخسر تجربته الودية أمام عمان. وتمكن منتخبنا من الفوز على أصحاب الأرض وديا بهدف نظيف سجله اللاعب خالد العريمي، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين لمنافسات دورة الألعاب الشاطئية المقرر إقامتها في تايلاند. نظل في مملكة البحرين مشاهدين الكرام، حيث أبدت الصحف البحرينية قلقها من مردود منتخبها الوطني بعد تعادله مع المنتخب الكوري الشمالي وديا بهدفين لهدفين استعدادا لخليج 22. وعنونت صحيفة الوطن حول المباراة فكتبت: الأحمر ما يطمن. وأبدت الصحيفة عن عدم قناعتها بأداء المنتخب البحريني الذي يخوض استعداداته الأخيرة لخوض خليج 22 والتي يطمح لتحقيق لقبها الأول في تاريخ المملكة. ونظل في البحرين كذلك، حيث تساءلت صحيفة الأيام عن مصير بث بطولة كأس الخليج على شاشة تلفزيون البحرين، فكتبت تقول: هل يغيب تلفزيون البحرين عن مباريات دورة الخليج في السعودية؟ ونقلت الصحيفة مطالبات المسؤولين عن الإعلام البحريني وزارة المالية في دعم هيئة الإعلام في المملكة من أجل التمكن من شراء حقوق البطولة كي لا تغيب عن شاشة التلفزيون الوطني لأول مرة منذ انطلاق البطولة عام 1970 بالبحرين تحديدا، ولتحقيق المؤازرة الإعلامية المرجوة للمنتخب البحريني في البطولة. وفي السعودية، فجرت صحيفة الرياضية السعودية مفاجأة من العيار الثقيل حول الفساد في آسيا، فعنونت تقول: الحكم الياباني مشبوه والمراهنات تنخر جسد الكرة الآسيوية. وذلك في الإشارة إلى ما حدث في نهائي بطولة الأندية الآسيوية بين فريقي سيدني الأسترالي والهلال السعودي. ونقلت الصحيفة على لسان رئيس المركز الدولي للأمن محمد حنزاب قوله: على الهلال أن يطلب تقرير المراهنات والتحقيق من جهة محايدة. وأضاف قائلا: تقاريرنا مع اليونسكو تثبت أن آسيا موطن الفساد العالمي، ويبدأ من دكاكين شرق آسيا مقر الاتحاد الآسيوي. وتحدى حنزاب الاتحاد الآسيوي في أن يقوم بفتح ملف للتحقيق. وفي الإمارات، يواصل الأبيض تحضيراته لخليج 22. الاتحاد تابعت التحضيرات وعنوانها تقول: منتخبنا يدخل أجواء خليج 22 ومهدي يكثف المحاضرات. وأشارت الصحيفة إلى عزم الأبيض المحافظة على لقبه والروح التي يتمتع بها أعضاء الفريق الذي يقوده للعام الثاني على التوالي المدرب الوطني مهدي علي. وهذا الأخير كثف من المحاضرات للاعبين في الأيام الماضية. وإلى مصر مشاهدين الكرام، فرغم كثرة اللاعبين المحترفين إلا أن الحيرة تصيب الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب. الأهرام بدورها رصدت واقع الحال وخرجت بعنوان: المحترفون بين المشاركة ودكة البدلاء وحيرة غريب. وذلك نتيجة لكون محمد صلاح يمر بأسوأ حالاته مع تشيلسي. وترى الصحيفة أن محمد النني وأحمد حمودي يشكلان حالة استثنائية، فهما يشاركان بشكل أساسي وفعال مع بازل السويسري، ويعتبران ركائز أساسية ودعامة لا يمكن الاستغناء عنها. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، وننتقل بعد ذلك لمقال اليوم. الزميل ناصر درويش كتب في عموده اليومي في الشباك على صفحات الملحق الرياضي لعمان تحت عنوان بروبا:
ويمثله اللقاء الودي المرتقب للمنتخب الوطني أمام نظيره اليمني قبل انطلاق خليج 22. ودعا درويش الجماهير للتفاؤل، لا سيما أن الرياض شهدت مولد نجوم الكرة العمانية في خليج 15. نتابع. تمثل مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب اليمني الشقيق يوم الجمعة المقبل بروفة أخيرة قبل الرحيل إلى الرياض للمشاركة في دورة كأس الخليج. وهذه البروفة ليست فقط مهمة للجهاز الفني الذي سيحدد القائمة النهائية التي سيعتمد عليها في خليجي 22، وإن كانت ملامحها واضحة لكل من تابع مباريات المنتخب الوطني في التجارب الماضية أو من خلال المعسكر الحالي. ومن أجل تحقيق النجاح الكامل لمنتخبنا الوطني، فإنه من المهم جدا أن نقف جميعا مساندين للمنتخب الوطني في مهمته الوطنية المقبلة. ولا يكفي هذا بالحديث في مختلف وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، إنما بالحضور والمساندة في التجربة الأخيرة. وكما قلت أنها بروفة أخيرة حتى للحضور الجماهيري الذي يجب أن يكون متواجدا ومساندا من هنا من مسقط قبل السفر للرياض. أعلم جيدا أن هناك جماهير غفيرة ستكون حاضرة لمساندة المنتخب الوطني في الدورة من غير الرابطة التي أعلن عنها اتحاد الكرة. وحتى تكون الأمور منظمة، فإنه من المهم أن تتواصل هذه الجماهير مع اتحاد الكرة من أجل تسهيل مهمتها خلال سفرها للرياض. ولا أعتقد أن اتحاد الكرة يمانع إطلاقا في أن يكون هناك تنسيق مسبق مع الجماهير، وهم مرحبون به. لهذا فإن جمهورنا الوفي عليه أن يكون خير سفير لبلده، وأن يطلع اتحاد الكرة المعني بالأمر بتفاصيل سفره وأماكن تواجده، وكذلك دخوله للاستادات التي ستقام عليها المباريات، وتوفير تذاكر دخول الملاعب وأدوات التشجيع المسموح بها من قبل اللجنة المنظمة. التفاؤل الذي يسود الجميع في إمكانية تحقيق إنجاز جديد للكرة العمانية يجب أن يستغل بالشكل الذي يناسب المرحلة القادمة، خاصة وأن ذكريات الكرة العمانية مع العاصمة السعودية الرياض ذكريات جميلة، حيث حقق منتخبنا في الرياض أول فوز في دورات كأس الخليج في خليج 9 على حساب الكويت، ونال يوسف عبيد لقب أفضل حارس في هذه الدورة، وتكرر المشهد في خليج 15 الذي كتب شهادة ميلاد للعصر الذهبي للكرة العمانية، ومنها كانت انطلاقة الأمين على الحبس ورفاقه، وحققنا أول فوز تاريخي على الكويت، ونال هاني الضابط لقب الهداف. هذه المعطيات علينا الاستفادة منها واستغلالها بالشكل الذي يحقق لنا الهدف الذي ننتظره بعد بطولتين عجاف. الفرح، الحزن، السعادة، الغضب، مشاعر سنراها في المدرجات. الجمهور دائما على الفريق خسران او فايز. بعد الدور، بعد الدور، بعد الدور. لازم المدرب يتدخل في هذه الامور هذه، مشكورين. اصواتكم، مشاركتكم هنا في الاستوديو. فقط في صدى الجماهير. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام. نصل الآن لقضية اليوم.
عادت المحركات للدوران وانطلق رالي عمان مجددا بعد 7 سنوات عجاف، وكالعادة جاءت المنافسة على شدها بين المتسابقين العالميين، في حين خلت الساحة من المنافسة العمانية، وهذا يدفع للتساؤل حول واقع رياضة السيارات وأسباب توقف رالي عمان ومن ثم عودته، وكيف يمكن تطوير المتسابق العماني ليرفع شعار المنافسة قبل المشاركة. الزميل حمد الريامي تابع رالي عمان الأخير ودون ملاحظاته قبل أن يفوح بها على صفحات عمان الرياضية. نتابع. عاشت جماهير السلطنة خلال الأيام الماضية مع منافسات رالي عمان الدولي، وهو أحد أهم الجولات في خريطة الشرق الأوسط، ليعود من جديد هدير المحركات على المستوى الإقليمي بعد توقف دام 7 سنوات لأسباب فنية. لكن العودة كانت موفقة، وأكد شباب السلطنة بأنهم قادرون على تنظيم مثل هذه الاستضافات الكبيرة من خلال الدعم والمساندة التي كانت من مختلف جهات القطاع العام بما فيها شرطة عمان السلطانية وسلاح الجو السلطاني العماني ووزارة الصحة والأجهزة الإعلامية المختلفة وغيرها من تلك القطاعات التي دائما تجتمع معا لإنجاح أي محفل يحمل اسم السلطنة ويضعها على خريطة الاستضافات والبطولات العالمية. وبعيدا عن المنافسات كانت متوقعة من خارج الحدود نظرا للإمكانيات المتاحة والجاهزية الكبيرة، بالرغم من استبسال سائقي السلطنة لتحقيق التوقيت الزمني المناسب، إلا أن الطموح لم يتحقق لأسباب مختلفة في مقدمتها الأعطال الفنية. لكن ما أبهرني الحضور الجماهيري الكبير الذي تابع الجولة الاستعراضية والتي أقيمت يوم الخميس الماضي في نادي عمان للسيارات، بالإضافة إلى المئات من الجماهير التي تناثرت في سفوح الجبال وعلى طريق المسارات في مختلف الجولات بمناطق العامرات وييتي، والذي أكد أن هذه الرياضة لها حضورها وجمهورها وعشاقها بعد التطور الكبير الذي مرت به خلال السنوات الماضية. ولعل من زار الجمعية العمانية للسيارات في هذه الأيام وشاهد تلك المنشأة الجديدة والميادين المختلفة يجد أن رياضة السيارات في السلطنة بدأت تتطور للأفضل مع الحضور الجماهيري الكبير الذي يزيد بكثير عن متابعة مباريات كرة القدم في بعض الأحيان، والذين يقدر عددهم بالآلاف خاصة في منافسات الدرافت، نظرا للهوس الغير متوقع من الشباب مع تجهيز السيارات بالكثير من العوامل الفنية المساعدة لإمتاع الجماهير من خلال الأصوات التي تصدرها تلك السيارات والأدخنة التي تتطاير من تحت العجلات. وعندما ننظر إلى انتشار هذه الرياضة في بعض محافظات السلطنة والتي تمارس الآن بطرق عشوائية وغير قانونية وفي أماكن غير آمنة، غالبا ما نسمع عن وقوع الحوادث المميتة التي راح ضحيتها شباب في عمر الزهور لأسباب منها عدم وجود المكان الملائم والحلبات التي بها الحواجز والسيارات غير المزودة بجوانب الأمن والسلامة المهمة، بالإضافة لاستهواء البعض منهم الاستعراض في الأماكن العامة والطرقات الداخلية في الأحياء السكنية لعدم وجود المكان المهيئ لهذه الاستعراضات. أخيرا مع هذا الحب الكبير لهذه الرياضة، فقد حان الوقت بأن تعطي الجهات الحكومية المعنية الاهتمام بنشر هذه الرياضة في مختلف محافظات السلطنة، لأنها أصبحت متنفسا للبعض من الضغوطات النفسية والاجتماعية التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في التقليل من الحوادث، خاصة إذا ما وجدوا الحلبات الحديثة المجهزة بجوانب الأمن والسلامة المختلفة مع وجود المدرجات والأشياء المساندة الأخرى. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نرحب الآن بكاتب السطور الصحفي الرياضي بجريدة عمان الأستاذ حمد الريامي. أهلا وسهلا بك معنا. حياكم الله بك. إذن رالي عمان يعود بعد فترة من التوقف، استمرت 7 سنوات تقريبا، لكن للأسف الشديد الانتاج اللي تحققت لم تكن بالنتائج المرجوة، وربما تعكس أيضا قدر الاهتمام اللي ما كان بالشكل المطلوب حقيقة بالمتسابقين في الفترة الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بالتأكيد يعني شيء متوقع أن لا نقدر نستطيع أن نجازف يعني، وأيضا مقارعة أصحاب الخبر والإمكانيات المتاحة، خاصة أن هذا الرالي توقف 7 سنوات كاملة، وأقيمت من قبل بعض السباقات المحلية على المستوى المحلي لم تكن بنفس المستوى الحالي أو حتى بنفس السيارات، باعتبار السيارات الآن تختلف فئات معينة. الأهم ما في ذلك هو عودة هذا الرالي من ضمن الجولات الهامة في الشرق الأوسط، وعودة أعتقد كانت موفقة من خلال الإعداد والتحضير، من خلال الحضور الجماهير الكبير، من خلال أيضا يعني المنافسة التي كانت بالفعل متوقعة ما بين المشاركين. خلينا نتحدث عن الجوانب مهمة جدا، خلينا نقول عن الجوانب الجماهير، كيف استقطب هذا الرالي الجماهير الكبيرة المتعطشة لهذا السباق. أعتقد من حضر جميع عمان للسيارات يوم الخميس الماضي شاهد الآلاف من الشباب وحتى الفتيات يعني يتابعوا هذا الرالي في المرحلة الاستعراضية الأولى
من خلال المراحل التي معروفة دائما ما تمتع الجمهور بالمهارات الفنية تقوم بها السائقين، بالإضافة إلى بعض الجوانب التي مثلا صاحبت هذه الجولة الدرافت، وهي معتقد رياضة أصبحت محببة للجميع من الشباب وتستاويهم هذه الرياضة. ولابد يعني أن ننظر إلى جوانب مهمة في كيفية تحضير وإعداد السائقين وإمكانية دعمهم، وخاصة من القطاع الخاص باعتبار هذه الرياضة أو هذه المسابقات تحتاج مال كبير جدا، تجهيز سيارات بالآلاف المؤلفة من قبل. الشيء الملفت للنظر في هذه الجولة غياب حمد لهيبي عن هذا السباق، أيضا ابتعاد نزار الشنفري عن هذا السباق باعتبارهم كانوا يمثلوا رقم صعب وكانوا المنافسين الأبرز للمشاركين من خارج السلطنة. صحيح ان الاخوان خالد صومار والمنجي وغيرهم من الشباب المشاركين حاولوا قدر المستطاع، ولكن تبقى الامكانيات متوفره، خاصه ان الاعطال الفنيه صاحبت هؤلاء السائقين في سياراتهم المختلفه بالامكانيات المتاحه طبعا معهم، ولكن لم يؤهلهم الحظ بالمنافسه. نعم البعض منهم تمكن من انهاء جميع المراحل بنجاح وحاول قدر المستطاع كسر رقم او كسر فتره زمنيه كان فيها من قبل، ولكن الاعطال الفنيه صاحبت البعض مما لم يتمكن من استكمال المراحل السباق. في النهايه حمد يعني نرجع لمساله الادوات المتاحه بالنسبه لك انت، يعني انت تتواجد صحيح مع متسابقين عالميين، لكن في نفس الوقت المتسابقين العالميين عندهم سيارات من احدث الطرازات ومن افضل النوعيات الموجوده مقارنه بالسيارات اللي كانت لدى متسابقين. دائما يعني رياضه السيارات وخاصه ما تتعلق بالمسافات الطويله وهذه في التي تقام في 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 طرقات وعره فيها احجار فيها اوديه فيها سفوح وجبال تحتاج الى تجهيز يعني مختلف تماما عن بقيه السباقات، باعتبارها يعني سباقات لها يعني لها اهتمامها الخاص من قبل السائقين، ولها ايضا تؤهل هؤلاء السائقين الى مراحل الافضل على مستوى الشرق الاوسط، باعتبار جوله عمان هي واحده من الجولات التي يعني وضعت على مستوى خارطه الشرق الاوسط، لذلك لابد ان يكون الاستعداد جيد، لابد ان تكون تحضيرات جيده، ولكن دائما الاهم احنا نقول الماده، والماده اعتقد مع سائقينا ليست كافيه لمثلا تجهيز سياراتهم بما هو موجود مع الاخوان المنافسين من خارج الحدود. لابد هنا ان نتحدث عن جوانب القطاع الخاص، واصبحت القطاع الخاص هو من يحاول قدر المستطاع ان يدعم هذه السباقات، يدعم هؤلاء السائقين، باعتبار الان سباق السيارات اصبحت في تنامي في تطور، واصبح لها عشاقها واصبح لها ايضا جمهورها، وخلينا نقول عندما تضع يعني بعض الشركات اعلاناتها في هذه الشركات وخاصه بعض السيارات الموجوده في عمان، مجموعه من الشركات يعني اللي تمتلك العلامه التجاريه من مختلف الفئات، لابد ان يجدوا الدعم والمسانده لهؤلاء السائقين حتى يتمكنوا من تحقيق يعني الانجازات الطيبه وايضا البطولات المختلفه المسابقات، ليس على مستوى السلطنه ولكن ايضا مشاركتهم خارج السلطنه في البطولات القادمه. طيب خلينا نقترب منهم اكثر، معنا الان المتسابق خالد المنجي، مساء الخير خالد. مساء النور، كيف الحال؟ طيبين الحمد لله، كيف حالك؟ الحمد لله تمام الله يسلمك. يا ريت لو تحدثنا عن مشاركتك في رالي عمان، كيف رأيت المشاركة وتقييمك أيضا لحضورك في هذا السباق؟ أولا طبعا نحب نشكر من رجعوا رالي دولي في سلطنة عمان بعد غياب 7 سنوات، وطبعا كان رالي ناجح من ناحية المراحل والتنظيم والسيفتي، كان تنظيم ممتاز جدا والمراحل كانت نفس الشيء، كان مراحل حلوة بس في بعض المراحل كان في صعوبة شوي على المتسابقين. نعم طيب راضين خالد عن النتائج اللي تحققت؟ والله طبعا النتائج عني أنا غير مرضي طبعا تماما. طيب الأسباب يعني ما هي الأسباب اللي يعني جعلتكم تخرجوا بهذه النتائج الغير مقنعة؟ اولا انت تشوف اول يوم طبعا الشباب تقريبا من العمانيين منسحبين 8 سيارات، هذا اول يوم. معناته هذا ان ما في دعم من الدوله ان تدعم المسابقين العمانيين في هذا الرالي، بحيث انت تشوف مسابقين من فريق ابو ظبي من دوله الامارات ومن دوله قطر، يعني تشوف سياراتهم وتشوف الدعم اللي جاينا بهم يساقوا في عمان. يعني نحن حتى نستغرب نشوف كيف يعني السائق ما يفكر في اي شيء انه ينافس في الرالي، ما يفكر من ناحيه الاطار، ما يفكر من ناحيه الخطا غيار، السائق يكون جاهز يسوق فقط. اما نحن لان مسابقين العمانيين ما استغربت نشتغل كل شيء. طيب
احنا لاحظنا خالد انه يعني القطاع الخاص لدى بعض المتسابقين من خارج السلطنه كان له دور كبير في مشاركتهم المميزه. نتكلم حيث يعني السيارات اللي توفرت لهؤلاء المتسابقين، الدعم بمختلف انواعه قبل انطلاقه البطوله. من خلال كلامك هل يعني استشف انك ربما توجه رساله ايضا للقطاع الخاص بالسلطنه بضروره دعم هذه الرياضه؟ اكيد طبعا. لما تشوف هذول المتسابقين اللي جايين من فريق ابو ظبي ما شاء الله عليهم، مدرسينهم ومعطينهم الملاحين، مش اي ملاح فقط كيف يوجه الترالي، كيف يوجه المسار. وجايين يعني ما يفكروا في اي شيء، يعني فقط هو انه يسوق السياره، لما راح يجي في وقت الصيانه حتى بنفسنا نشتغل في السياره، نصلح السياره في عطل ونفكر حتى وقت يعني لما نسوق السياره نفكر عن سياره تتعطل او نعملنا بنشر في السياره. طيب هذا كله لها عوامل يعني. طيب عوده الرالي من جديد للسلطنه يعني ماذا تمثل لكم انتم كمتسابقين؟ والله بقول لك متسابقين يعني ما شاء الله عليهم، كانوا عددهم 7 أشخاص تقريبا، ونحن صار الحين في رالي دولي عددهم تقريبا 14 شخص. اها. لكن كل واحد كان يواجه صعوبه في سياراتهم، يعني كل واحد عنده سياره قديمه مثل السيارات اللي جدد اللي جاي ناس من طريق ابو ظبي من قطر، يعني حتى تستغرب من سياراتهم وتشوف سياراتنا نحن وكل فيه نواقص. مش كل المسابقين يعني، لكن كل واحد كان يحاول يسوي شيء زين للسلطنه، لكن ترامب طبعا ما نقدر بدون هذا الدعم. طيب شكرا جزيلا خالد، شكرا لك. احسنت احسنت. إذا كان معنا المتسابق خالد المنجي، وأيضا يعني تركيزه الأكبر كان على مسألة الدعم، أنه الأدوات اللي توفرت لدى متسابقينا لم تكن خلينا نقول امتياز الأدوات اللي توفرت للمتسابقين الآخرين. بالتأكيد هو محق فيما قال، يعني خالد أعتقد واحد من الشباب اللي عانوا خلال الفترة الأخيرة من هذا الجانب، عندما نشاهد يعني السواقين القادمين أو السائقين القادمين من خارج السلطنة يأتوا بفريق فني متكامل متحرك، يعني خلينا نقول ورشة إصلاح سيارات متكاملة، يمكن يعني يمكن يبطل لك السيارة في خلال 10 دقائق ويغير لك الماكينة ويغير لك الإطارات ويغير كل حاجة، يعني مهيئة تهيئة كاملة بكل ما يحتاجه السائق من راحة نفسية أنه يؤدي يعني بكل ارتياح وكل أريحية. سائقينا احنا 3 سيارات أو سيارتين طلعوهن خارج المسابقة لأنها لا لا, لا يعني لا تتلائم مع المواصفات المطلوبة في الجانب الأمن والسلامة، خاصة أنت تعرف دائما يكون فحص شامل متكامل قبل حتى عن دخل اي جوله، يعني يشاهد مثلا قوه الماكينه، المحرك فيها، بعض الجوانب الفنيه المتعلقه بالامن والسلامه، الاطارات، الحاملات، اشياء كثيره جدا. لذلك هنا يتطلب هذه السيارات تجهيز متكامل تحتاج مبالغ طائله جدا. اعتقد شبابنا غير مؤهلين حتى الان، واعتقد خالد واحد نموذج من هؤلاء النماذج اللي تحدث عن هذا الجانب. الفتره القادمه يجب ان تفك الجهات المعنيه في البلد عندما تقيم مثلا المسابقه وخاصه انها عادت من جديد الى ارض السلطنه، لابد ان تكون هناك دعم حقيقي لهؤلاء السائقين. معنا مجموعه من الشباب قد يكون ما يتعدوا 10 أشخاص معروفين في ممارسه هذه الرياضه. يا اخي لماذا لم نتجه الى القطاع الخاص، خاصه اصحاب سيارات ماركه السيارات الموجوده في البلد؟ يعني معظم السيارات ما جاءت الا من خارج السلطنه، من داخل السلطنه، وكلها تحمل ماركات السيارات الموجوده. نتكلم عن تويوتا، نتكلم عن نيسان، عن سوبارو، نتكلم عن يعني الفئات الاخرى. اذا هذه الوكالات موجوده في البلد، ويجب ان تمد يد العون والمساعده والمسانده لهؤلاء السائقين باعتبارها تحمل علامه تجاريه ايضا لهذه الوكالات السيارات. اذا حان الوقت ان بالفعل ان تكون معنا نهضه رياضيه متكامله، لا نخص كره القدم او كره الالعاب الاخرى، ولكن يجب ان حتى رياضه السيارات هي اصبحت في تطور، والحضور الجمهوري اعتقد الجماهير لتابعت هذه السباقات دليل واضح على ذلك. حتى انا كتبت في العمود من شاهد يوم الاستعراض يوم الخميس اعتقد يفوق حتى المباريات لكره القدم من حضور الجماهيري، ما وجدوا مكان حتى يجلسوا المدرجات. اذا حان الوقت بالفعل الى ان ندعم هذه الرياضه. شيء مهم جدا احمد ان تطرقت في العمود الى جانب، يجب على الجهات المعنيه ايضا ان تفكر بجديه في انشاء الحلبات الخاصه بالاستعراضات، واعتقد هذا الشيء تعاني منه البلد بشكل كبير جدا. شاهدنا هناك استعراضات شبابيه للاسف الشديد من بعض خلينا نقول متهورين او غير مبالين يستعرضوا في الحارات القديمه في الاماكن العامه وصارت فيها حوادث. واماكن غير مهيئه اساسا. وغير مهيئه، اذا لماذا لم تتجه الحكومه الى انشاء يا اخي حلبات لهذه الاستعراضات في محافظات السلطنه؟
اعتقد في واحد في المصنعه من تم الحديث عن هذا الجانب من وزاره البلديات اعتقد من سنتين لم نرى هذا الشيء في الوجود. الجميع يتساءل اين هذه المشاريع التي يتم الاعلان عنها وتتم يعني محفوظه في الادراج لسنوات طويله. معك معظم المحافظات اصبحت الان يعني محتاجه لهذه الحلبات. انا اتكلم عن مواقع، انا اتكلم من ولايه ابره، ولايه ابره هناك بشكل اسبوعي يتم مثلا اقامه انشاء هذا الاستعراض، حتى انهم اتخذوا بالتنسيق مع الشرطه مع البلديه بعض الشوارع التي تم احالتها الى 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 خلينا نقول طريق اخر في بين جبلين مكان مهيئ، واصبحوا يمارسوا هذه الرياضه. تعال شوف الحضور الجماهيري، تعال شوف المشاركه من وين جايه. انا استغربت نفسي من معظم محافظه السلطنه يوم الخميس، يعني يوم كان يوم الجمعه ويوم السبت الفتره الصباحيه، اشوف القاطرات تسحب السيارات وغير ذلك الخاصه بالتلحيط. يعني اسال ما هو موجود؟ قالوا اليوم في استعراض من جميع ولايات السلطنه موجود. الحضور الجماهيري تستغرب يعني هذاك الحضور الجماهيري. اذا بالفعل هؤلاء الشباب لابد ان ناخذ يا اخي بيدهم وان نكون معهم ونساندهم وننشئ له المكان المناسب حتى يمارسوا يعني هذه الرياضه بكل اريحيه. وان تنظم هذه اللعبه بشكل اكبر، يعني مثل ما ذكرت انه تكون في اماكن مخصصه خاصه في ظل يعني ازدياد شعبيه هذه اللعبه بين الرياضيين بشكل عام. بالتاكيد شوف لما تتابع حتى انا تابعت هذا الموضوع في ولايات الاخرى مثلا في الباطنه، في الشرقيه، في محافظه الظفار، هناك شباب متطوعين لتنظيم هذه السباقات، لا مهالين ولا مدربين ولا غير ذلك، يعني وجزاهم الله خير الاخوان شرطه عمان السلطانية يحاولوا قدر المستطاع مساندتهم، ولكن لا تكفي المسانده، لابد ان يكون هناك يعني شباب معطيين دورات في هذا الجوانب كيف تنظم، ولكن لابد الحلبات ان تكون مغلقه. انت تعرف يمكن طائره اطار، طائره شيء من هذه السيارات يصيب مجموعه من الجماهير، واعتقد شاهدنا وسمعنا عن الحوادث كثير في 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 ولايات السلطنه. الله يسلم الجميع. اللهم امين. طيب معنا الان محمد البلوشي المسؤول الاعلامي بالجمعيه العمانيه للسيارات. مساء الخير محمد. مساء النور، اهلا وسهلا. اذا الحديث عن رالي عمان وعن نتائج المخيبه اللي كانت لمتسابقي السلطنه وعن الوضع العام لهذه الرياضه، يعني ما الذي ممكن ان تقوله انت حول النتائج اللي كانت في السباق وعن الدعم اللي تلقاه المتسابقين قبل الرالي؟ بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، اشكركم على هذه الاستضافه. بالنسبه لي يمكن كملاحظه هي يمكن مش نتائج يمكن تكون مخيبه، ولكن المنافسه في جولات الشرق الاوسط او رالي عمان الدولي تحتاج الى تجهيزات عاليه. اختفاء هذه الجوله طبعا 7 سنوات عن السلطنه اكيد كان لابد من احتكاك متسابقين بطريقه اكبر في هذا الجانب. ولنا نتوقع ان شاء الله خلال العام القادم بحكم ان الجوله اعتمدت في السلطنه ان تكون يكون المتسابقين قدموا يقدمون ان شاء الله لوحه اكبر من النتائج المبهره. طيب بما يتعلق في ظل ادراكهم لقيمه هذا الرالي الكبيره والمشاركه العالميه ايضا الموجوده وصعوبته في نفس التوقيت، هل عديت العده من الان او هل رسمت خطه معينه لتحضير المتسابقين وتوفير كافه الظروف اللي من شانها ان تساعدهم على تحقيق نتائج متقدمه؟ نعم، بالنسبه للمتسابقين العمانيين لديهم طبعا الاداء الكبير والجمعيه طبعا داعمه لهؤلاء المتسابقين، قدمت لهم دعم طبعا ليس هو طبعا دعم مادي ولكن بتقديم بعض الامور الفنيه او التجهيزات في السياره مثل الاطارات واللبس، فبالتالي ربما تكون هذه بعض الامور المكلفه للمتسابقين. المتسابقين العمانيين بشكل عام يعني وجود خالد صومار، وجود خالد المنجي والمتسابقون كان لديهم طبعا هم عندهم ما شاء الله قوه في المنافسه، ولكن اسباب الاعطال الفنيه هي سببت في خروج بعض المتسابقين في اليوم الاول وبعضهم في اليوم الثاني. طيب يعني الاعطال الفنيه هذه لماذا حدثت؟ سؤال يطرح نفسه، يعني ليش صارت عندنا احنا بالتحديد؟ الاعطال الفنيه وارده وحدثت ايضا للمتسابقين القطريين والاماراتيين. الشيخ خالد القاسمي احد ابطال العالم في هذه الرياضه كان متقدم في معظم المراحل، ولكن بسبب العطل الفني وضعته طبعا في المركز الثاني، مما جعلت عبد العزيز الكواري طبعا يتصدر رالي عمان الدولي. ايضا هناك طبعا كان عطل فني لدى المتسابق القطري خليفه العطيه، طبعا كان في اليوم الاول محرك السياره طبعا فلت تماما، ولكن كان هناك البديل من قبل الطاقم الفني مما جعلته ايضا ينال بعض المراكز في رالي عمان الدولي. كان هنالك طاقم فني، احنا قبل لحظات كان معنا خالد المنجي
يعني كان يتحدث ان هنالك فارق كبير جدا على يعني مستوى الادوات وبالتحديد السيارات اللي كانت موجوده لدى متسابقين والمتسابقين الاخرين. يعني كان يقول انه مساله المنافسه صعبه للغايه لانه في النهايه الادوات يعني تختلف بشكل كبير في امكانياتها. طبعا هذا عامل مهم. الفريق الفني والفريق الاداري لكل فريق يجب ان يكون طبعا مجهز تماما. وايضا لا ننسى ان هناك المتسابقين الذين قدموا من خارج السلطنه لديهم دعم كبير من قبل شركات كثيره، وهذا طبعا ما يفتقده المتسابقين العمانيين. فبالتالي يعني نطالب احنا كجمعيه يعني من جمعيه عمانيه السيارات نطالب بدعم هؤلاء المتسابقين خاصه من قبل هذه الشركات، وان يعني يقدموا لهم التسهيلات، والجمعيه يعني قائمه بدور في هذا الجانب، ولكن ليس من الواجب عليها ان تقوم بالدور بالكامل. طيب في هذا الجانب. طيب شكرا جزيلا لك اخ محمد، شكرا لك. شكرا. إذن كان معنا محمد بلوشي المسؤول الإعلامي من الجمعية العمانية للسيارات. هكذا مشاهدينا الكرام نختم فقرة قضية اليوم. في الختام أشكر طبعا ضيفنا العزيز الأستاذ حمد الريامي الصحفي بجريدة عمان. شكرا. شكرا أحمد. إذن مشاهدينا فاصل قصير ونواصل المشوار. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى الصحافة الإلكترونية، حيث نقل موقع مانشستر يونايتد تصريح وين روني الذي قال أنه راضي على ما قدمه زملائه على الرغم من شعوره بالإحباط عقب هزيمة يونايتد بهدف وحيد في مباراة الديربي أمام مانشستر سيتي يوم الأحد، حيث أعرب القائد روني عن سعادته بالاستجابة التي قدمها لاعبو يونايتد عقب حالة الطرد التي تعرض لها سمولينغ. دعا موقع نادي سيدني الأسترالي أنصاره إلى التوجه للمطار واستقبال لاعبي فريق الكرة بشكل لائق، وذلك تحت عنوان وصول المطار الليلة. وتابع الموقع نحن الأفضل في آسيا، هذا زمان الأحمر والأسود. وإلى فقرة الكاريكاتير والتي اختناها لكم من صحيفة الرأي الكويتية التي نشرت تساؤلات الوسط الرياضي حول جاهزية المنتخب قبل التوجه للرياض. أما المدينة السعودية فقد نشرت تبين من خلاله حالة اليأس التي شعر بها لاعبو الهلال بعد عجزهم عن التسجيل في مرمى سيدني الأسترالي. إذن مع الكاريكاتير نكون قد وصلنا إلى الختام مشاهدينا الكرام. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل بقيادة المخرج محسن الشحري، وإلى اللقاء.